عرفت الشابة ميمسين 26 عاماً محدقة نظرها صوب قاعة الجلسات داخل أروقة محكمة الجنايات في دبي، بانتظار دورها للمثول أمام القاضي كي تطلب حقها من خطيبها الذي لم تبق معه سوى أشهر قليلة قبل أن تقرر قطع علاقتها به، الأمر الذي دفعه إلى تهديدها بفضحها وقتلها إن لزم الأمر في حال رفضت العودة إليه والزواج منه. وتظهر أوراق القضية التي فصلت فيها الهيئة القضائية أن المدان بعد أن تأكد أن كل تهديداته لخطيبته ذهبت هباء لم يجد أمامه سوى ابتزازها وتهديدها بفضحها أمام معارفها وأفراد عائلتها من خلال إطلاعهم على شريط فيديو يجمعه بها بأوضاع حميمية أثناء فترة خطبتهما لم تكن تدري عواقبه. في قاعة المحكمة وقف محامي الفتى أمام الهيئة القضائية يعرض ملف القضية مستعرضا رسائل التهديد التي كان يرسلها الشاب لخطيبته السابقة. وبعد جلسات التداول قررت المحكمة الحكم على الشاب بالحبس وإبعاده عن أراضي الدولة عقب تأديته فترة العقوبة المقررة فيما سارع هو في استئناف الحكم.